ساعات قليلة يمكن تابعنا كلنا على شاشات القنوات الفضائية الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق الخاصة بالواقعة، واقعة سقوط الطائرة الروسية. كان عمل مؤتمر صحفي كبير ومن خلاله ابتدى أنه يوضح الحقائق ويرد على كتير من الأكاذيب والشائعات اللي تناثرت يمينا ويسارا. أكد في المؤتمر أن التحقيق مازال مستمر وما فيش أي داعي أن احنا نستنتج قبل نهاية التحقيقات، وإن ملاحظات اللجنة هو إن حطام الطائرة تناثر على مساحة تبلغ أكثر من 13 كيلو متر، وآخر ارتفاع سجلته الطائرة الروسية قبل سقوطها 30 ألف قدم، والطائرة تفككت في الهواء قبل سقوطها. ومجموعات التحقيق الآن في مرحلة جمع المعلومات والبيانات وحطام الطائرة اللي تم جمعه من موقع الحادث سينتقل إلى القاهرة لمكان آمن للاستمرار في فحص الطائرة. وحول الصندوق الأسود للطائرة قال رئيس لجنة التحقيق إن التحليل المبدئي للصندوق الأسود بيظهر إن التسجيلات توقفت بعد 23 دقيقة من انطلاق الطائرة، وإن النص الكتابي اللي تم تفريغه هيستغرق وقت طويل من أجل التحليل، وإن المعلومات اللي تم الحصول عليها لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها لا تسمح أبدا بتحديد سبب تحطم الطائرة. بالمناسبة رئيس لجنة التحقيق الطيار أيمن المقدم وضح إن هو تم توجيه دعوة رسمية لطاقم فريق التحقيق اللي بيمثل أربع دول أخرى بالإضافة لمصر. قال لهم طالما أنتوا قاعدين عندكم قاعدين بتنظروا، يعني طب ما تيجوا تنورونا ويعني نتكلم كلمتين وهتشاركونا في التحقيقات برضو عشان يبقى على عينك يا تاجر، يعني إحنا بنشتغل على مية بيضة. لكن هم أصروا إن هم ما يشاركوش، على كلمة واحدة ما نشاركش. والحقيقة هو علق على موقفهم وقال ربما يكون لديهم أسباب وقواعد تمنعهم من هذه اللقاءات. براحتهم، احنا عملنا اللي علينا، بس محدش يطلع يشكك فينا عشان غير مسموح لحد بده. يعني ان شاء الله يكون عدم حضورهم يعني لعل المنع خير. لكنه أكد كمان على شيء مهم جدا وقال هذا البيان علموا به جيدا وشاركوا فيه. تاني، علموا به جيدا وشاركوا فيه. هقول لكم أنا على تكوين فريق التحقيقات اللي بيباشر الواقع. 29 محقق من مصر، ومن روسيا 7 محققين، وفرنسا 6 محققين، وأيرلندا 3 محققين، وألمانيا 2، بجانب 10 مستشارين من شركة إيرباص لأن الطائرة كانت تابعة لشركة إيرباص. كمان تم تشكيل 5 مجموعات فرعية من أجل الإيفاء بكافة الاحتياجات والشروط التقنية، منها مجموعة للصندوق الأسود، ومجموعة لبحث موقع الحادث، ومجموعة لفحص معلومات الملاحة الجوية، ومجموعة لنظم الطائرات، ومجموعة طبية بتمثل الطب الشرعي. يعني فريق ضخم جدا ومجموعات كبيرة ومجموعات شاملة بمشاركة أطراف عديدة، كل ده في سبيل الوصول لنتائج قاطعة بعد عمل جاد ومضني. ليه اتهام مصر؟ ليه استباق النتائج؟ ليه حالة التكالب المسعورة اللي احنا شايفينها؟ عايزين ايه من البلد دي؟ سيبونا في حالنا، احنا مش عايزين حاجة من حد، بس برضو سيبونا في حالنا. عايزينها تقع زي البلاد اللي وقعت؟ مش هيحصل، بفضل ربنا اولا ومن بعده جيش وشعب هذا البلد الامين. مصر لن تسقط بإذن الله. في نفس السياق النهاردة الصبح سيطر الحادث طبعا على المؤتمر الصحفي اللي عقده السفير سامح شكري وزير الخارجية ونظيره المجري بالقاهرة، ده عقب جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها. وزير الخارجية المصري قال بلغة استياء وضيق الحقيقة، قال إن العالم شهد حوادث جوية ورحلات طيران قامت بتغيير مسارها ورحلات أخرى اختفت دون تفسير، زي ما كنت بوضح لحضراتكم عن الطائرة الماليزية من شوية، ويعني ما حصلش أبدا إنه حصل زي اللي بيحصل في مصر دلوقتي أو ما حدث تجاه مصر، ولم تتخذ أي إجراءات احترازية بهذا الشكل. وقال كمان السفير سامح شكري إن شركاؤنا تسرعوا في قرارات منفردة أضرت بالاقتصاد المصري، وكنا نأمل في التنسيق بعيدا عن المصالح الذاتية. أرجوكم خدوا بالكم من لهجة الدبلوماسية المصرية اللي بتعبر عن مصر الجديدة اللي مش عاجبة الجماعة بتوع بلاد برة. كمان السفير سامح شكري أعرب عن استغرابه الشديد لعدم وفاة مصر لحد اللحظة دي والأجهزة الأمنية المعنية بالمعلومات اللي تحدث عنها البعض في وسائل الإعلام. يعني إحنا أصحاب المشكلة، يعني نبقى إحنا أصحاب القصة وما توصلناش أي معلومة بشكل رسمي، كله كلام في الإعلام الغربي. هو أنتوا ما وراكوش غيرنا؟ إحنا شايفين دي صورة حية من شرم الشيخ الآن.
دول السياح موجودين وده نعمة بي ومبسوطين. ولما ده فين يا شباب؟ ده سوهو سكوير، تمام، ميدان سوهو في شرم الشيخ. الناس موجودة وبيستمتعوا بوقتهم، وأنا هثبت لحضراتكم إنه الشعوب قصة والحكومات أو بمعنى أدق أجهزة المخابرات للدول الغربية قصة تانية. هو ده اللي قال وزير الخارجية زي ما كنت بقول حضراتكم. كمان قال حاجة مهمة قوي، قال إن هناك علامة استفهام لابد أن تطرح، فمصر الطرف الأكثر اتصالا بالموضوع، وكان من الأوقع إن المعلومات المتوفرة على المستوى الفني يتم موافاة مصر بيها بشكل رسمي بدلا ما تطلق على الساحة الإعلامية الغربية بهذه العمومية. ده خرق لكل القواعد المهنية والأخلاقية والإنسانية، ده دي من عندنا. وفي ختام المؤتمر أضاف وزير الخارجية إن دعوات محاربة الإرهاب اللي أطلقتها مصر لم تلقى ترحيب من دول تقوم الآن بسحب رعاياها من أراضينا. ما احنا لما قلنا يا جماعة يلا نحارب الإرهاب، فاكرين لما قلنا مصر تواجه الإرهاب؟ طب فاكرين لما قلنا إن كل دول العالم ليست بمنأى عن العمليات الإرهابية؟ في الوقت ده كان العديد من الحكومات والمنظمات اللي معروف موقفها كويس قوي وتوجهها ومصالحها بتشكك في كلامنا وبتشكك في موقفنا لصالح تنظيمات إرهابية متطرفة ما بتفرقش أبدا ما بين إنسان وآخر، ولا بين جنسية وأخرى، ولا بين دين، لأن هي ملهاش دين ولا ملة أساسا ولا قيم، ما تعرفش حقوق وقوانين وقواعد. طب الشيء بالشيء يذكر، وخلونا نروح لأسوأ الافتراضات. فاكرين حادث 11 سبتمبر؟ وقع ضرب برجي مركز التجارة العالمي في أمريكا. جميل، أكتر من طيارة وقتها شاركت في العملية دي، كانت خارجة من مطارات أمريكا وتحركت في سماء أمريكا، وبالمناسبة كانت ناوية على البنتاجون يعني، بس ربنا سطرها معاهم، ونفذت أكبر حادث إرهابي في القرن الأخير. لسه صداه مستمر لحد النهاردة، ولسه على خلفيته أمريكا واخدة إجراءات احترازية تصل إلى حد يعني الإهانة في كثير من الأحيان، بس المهم عندها سلامة أراضيها ومحدش اتكلم، وما منعناش طائراتنا تروح هناك ولا أي دولة قدرت تعمل ده. وقتها العالم كله تعاطف مع الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتخذ أي إجراء تجاهها، في حين أن إحنا قبل ما يثبت أساساً أن عندنا تقصير ولا ما عندناش في حادث الطائرة الروسية قاموا باتخاذ هذه المواقف ضد مصر. حاجة كمان، في حادثة سوسة في تونس، العمل الإرهابي اللي وقع في منتجع سياحي في مدينة سوسة التونسية كان في شهر يونيو اللي فات لو تفتكروا، الحادث ده أسفر عن مقتل 38 سائح هناك، أغلبهم من السياح البريطانيين، بلجيكيين، ألمان. مفيش دولة وقفت رحلاتها لتونس، بل بالعكس تم إعلان دعم تونس في مواجهة الإرهاب. كمان قبلها في شهر مارس تونس شهدت عملية إرهابية كبيرة جداً حصلت في قلب متحف باغدو بجوار البرلمان التونسي، أسفرت عن مقتل 23 سائح وإصابة 50 من جنسيات متعددة، كان منهم عدد كبير من الفرنساويين والإنجليز والطلاينة والبولنديين والأسبان وغيره. برضو ما فيش دولة واحدة اتخذت هذا الموقف العنيف اللي يتم اتخاذه مع مصر. طبعا تونس على رأسنا من فوق، دولة شقيقة وصديقة وحبيبة وكل حاجة، لكن احنا في مفتاح الحياة ومن قبل كده كمصريين بنرفض أنه تتعرض تونس الحبيبة الشقيقة العربية لأي أذى، لكن كمان بنرفض أن تكون هدف للإرهاب من الداخل أو مؤامرة من الخارج. لكن إحنا ليه بنطرح الأسئلة دي أو الأمثلة دي؟ علشان نوضح سياسة ازدواجية المعايير أو الكلب مكيالين أو التلاكيك أو التعنت أو التربص المقصود، وفي أمثلة تانية كتير الوقت مش هيسعنا لذكرها. يعني مثلا هذه الدول اللي أعلنت وقف رحلاتها إلى مصر ما اتخذتش نفس الموقف مع وقعة سقوط طيارة روسية أخرى في السودان بعد الوقعة بتاعتنا بأيام قليلة، ولم تصدر مثل تلك التحذيرات الجوية على إسرائيل مثلا اللي بتشهد صراعات يومية بتستخدم فيها الصواريخ والطائرات الحربية، وما علقتش أبدا على الطيارة الماليزية اللي قلت لكم عليها من شوية واختفت من سنة ولم يتم حتى الآن استيضاح سبب اختفائها. الفرق في الموقف وفي التعامل وفي رد الفعل هو اللي بيخلينا دلوقتي نقول إن دي تلكيكة لمصر، مؤامرة على مصر بصريح العبارة كده. أنا مش مع نظرية المؤامرة في كل شيء، لا خالص، وبرضو مش مع غض النظر عن أي تقصير أي مكان نوعه يحدث في أي واقعة،
أو محاسبة المقصرين فورا إطلاقا. لكن المشهد اللي احنا شايفينه لحد دلوقتي، الصورة اللي قدامنا ما بتقولش غير كده. ومن هنا من مفتاح الحياة، اسمحوا لي يا سادة ان احنا يعني نوجه دعوة أو مبادرة لكل المصريين، وتحديدا كل الإعلاميين والكتاب والمثقفين والفنانين والرياضيين ورجال الأعمال الشرفاء والسياسيين اللي بيغلبوا مصلحة مصر على أي مصلحة أخرى. أرجوكم اعلنوا وقفتكم في صف واحد، اصطفوا جميعا لصالح هذا الوطن. نعلن جميعا دعمنا لجيش مصر ولسلطة مصر وإرادة مصر واقتصاد مصر وسياحة مصر، لأن في الآخر دي مصر، في مواجهة أي ضغط أو تدخل أو تآمر أو محاولة الكيل بمكيالين أو لوي دراع مصر أو تركيع مصر. كمان أنا عايزة أشير لبعض التفاعلات اللي كانت على مواقع التواصل الاجتماعي النهاردة، اللي خرجت خلال الساعات القليلة الماضية، زي هاشتاج أنا مع مصر وهاشتاج أبدا لن تركع مصر، وبدعو كل مصري ومصرية إنهم يعبروا عن رأيهم عليها ويعلنوا موقفهم من خلالها. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.